السلام عليكم، اهلا بكم في الفيديو الجديد. معكم تسبيح ودي قناتي قناه لتعليم فنون الهنيد المختلفه. في فيديو النهارده هيكون مج بسيط وحلو جدا ورايق جدا لعيد الام. قبل ما نبدا مع بعض المج وقبل ما نبدا مع بعض الفيديو، كل سنه ومامتي طيبه وكل سنه وكل ام طيبه وعقبال كل البنات بامهات ان شاء الله. قبل ما نبدا، لو مشتركش في القناه بتاعتي او اول مره يشوف القناه بتاعتي، انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل كل جديد، وكمان تدوس لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، تساعدوني القناه تكبر. ده مج انا كنت عملته قبل كده، شايفين كلمة مام دي محطوطة على المج مباشرة لان هي مجرد 3 حروف فلازقهم سهل جدا. عكس المج اللي انا هشتغله دلوقتي، انا هكتب، هو اوردر لمدرسة من هدايا المدرسات يعني، فانا هكتب اسم المدرسة بحاله. اولا القطعة دي مش هتنفع لانها بتطلع حروف كبيرة، ثانيا المكان مش هيساعدني ان انا اقعد الزق حرف حرف، فبالتالي انا هعمل خلفية. انا اخترت عملت خلفية، درجت لون لغاية ما قربت اشوفه قوي من لون المج، وهظبط شكل القلب وابدا اشتغل فوقيه الحاجات. ده هيساعدني جدا حتى في وقت اللزق، انا هشيل الكتله دي كلها مع بعض الزقها مره واحده عكس ما اقعد الزق حرف حرف. الصراحه ده اسهل كتير. طبعا زي ما انتم شايفين ان المج شكله مميز جدا بايده اللي شكل قلب، انا صراحه عجبني جدا حباه قوي. انا لما جيت اشتريه كنت خايفه صراحه ان هو ما يطلعش عملي، بس لا طلع عملي وتمام، يعني الماسكه بتاعته ما فيهاش اي مشكله خالص، فهو صراحة مناسب جدا لو انتوا يعني بتعمل عليه ديزاين قلب وكده. طبعا في ناس هتبعت تقولي منين المج ده، يا جماعة انا برا مصر، فالمج دوت برا مصر، المج ده موجود في قطر. خلاص تمام، زي ما انتوا شايفين اهو ظبطت القلب بتاعي، اللي عنده قطع يقطع بيها، اللي عنده يعني زي ما انتوا عايزين. انا عن نفسي رسمتها كده بايدي. المج اللي فات برضو انا رسمت البني دوت عملته كله بايدي، يعني ما كانش فيه قطعه ولا رسمه رسمت عليها. هظبط بس شكل القلب حلو وهشوف. هبدا اعمل الخشب اللي هو الشجر نفسه، جذوع الشجر نفسه. خلاص هجيب البني وهبرمه زي تعبان وابدا الف بقى ايه الجذوع. انتوا تقدروا طبعا تعملوا الجذع دوت او البني دوت فاتح وتدرجوا مثلا في الوان زي ما عملنا قبل كده في فيديو خشب، عملناه قبل كده تدرجوا الوان مع بعض، او تخلوه حتى فاتح، ولما تعملوا الشجره ممكن بالوان الباستل تبداوا تغمقوا في حتت وتفتحوا في حتت وكده، هي دي شكل حلو قوي معاكم. انا ما عملتش كده، ما عنديش وقت قوي صراحة، انما لو انتوا عندكم وقت هيبقى احلى كتير. خلاص انا لفيت الشجره دي حوالين القلب وظبطتها وبططتها كده شويه وربطتهم ببعض عشان ما يجي بعد الشغل اخلعهم يبقوا مربوطين ببعض. وبعدين هبدا اعمل زي تعابين رفيعه اللي هي الفروع اللي طالعه من الجذع الكبير، وابدا اطلعها وافرعها بقى، افرعها لبره وافرعها لجوه واللي البصل لتحت والبصل لفوق حسب ما انتم عاوزين. دي حاجه ترجع لكم، عاوزين تقللوا الورد خلاص قللوا الفروع كمان، عايزين تزودوا زودوا، عاوزين كمان ان انتم هتزودوا كتابه جوه يبقى حاولوا ان انتم تقللوا الفروع اللي جوه عشان تفضوا مكان للكتابه. زي ما انتوا شايفين اهو انا بظبط الفروع عشوائي، يعني مفيش خطه معينه انا ماشيه عليها. بعد كده ممكن لو انتوا فرع مش عاجبكم ممكن تشيلوه، ممكن تحطوه، ممكن تزودوا، يعني عادي مش فارقه يعني. خلاص تمام. يا ريت لو انتوا اول مره تشوفوا القناه بتاعتي لسه مشتركتوش فيها، تنزلوا تحت عند السبسكرايب الحمراء اللي تحت الفيديو، تدوسوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تدوسوا لايك على الفيديو دوت علشان تساعدوني ان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وتساعدوني ان القناه بتاعتي تكبر والفيديوهات تبقى اكتر واكتر ان شاء الله. ولازم تقلبوا في القناة كويس علشان ان شاء الله تشوفوا كل الفيديوهات بتاعتي. هتلاقوا حاجات كتير، يعني مجال مثلا استرسال حراري اساسياته كلها، واللزق والتسوية كله كله. المجال بتاع الريزن هتلاقوا فيه طباعة، هتلاقوا فيه ازاي نعمل قوالب من السيليكون، هتلاقوا حاجات كتير قوي، فما تكتفوش بفيديو واحد، لازم تقلبوا في القناة. وبعدين هاجي ادي تأثير الجذوع اهو، ان انا هجيب الابرة او خلة وابدأ اعمل زي سيور سيور او خطوط خطوط في الخشب كله، ما سيبش اي حته لما تكون عامله فيها خطوط، ده بيدي شكل حلو جدا كانها ايه شجره.
خلاص انا هزود هنا كمان فرع. انا يعتبر خلصت كده الجزاء بتاعت الشجرة اللي انا هحطها على المج دوت. خلاص هبدأ دلوقتي اشوف بقى حوار الورد اللي احنا هنعمله وحوار الفروع الخضر اللي احنا كمان هنحطها. طيب دي مجموعة ورود انا كنت عملتها قبل كده عشان نكسب وقت، ومجموعة اجزاء اللي هي الورق بتاع الورد كنت قعدت اعمل حبة علشان بس نكسب وقت. طيب علشان نعمل فرع الشجرة اللي هو الاخضر الورقة نفسها عشان نعملها، هنعمل زي بيضاوي صغير كده. بيضاوي انا عندي بصمة بتاعت فروع الشجر الصراحة، بس انا مش هستخدمها عشان اللي ما عندوش، بس هو عبارة عن بيضاوي صغير كافي جدا ان انتوا تعملوا بيه تأثير فرع الشجر. خلاص بالنسبة للوردة، هنعمل زي تعبان ونقطعه حتت، نقطعه بقى حتت صغيرة حسب الحجم اللي انتوا عاوزينه، حسب حجم الوردة اللي انتوا هتشتغلوا بيه. خلاص هنعمل شكل زي العين الدمعة كده، انا هعمل شكل زي الدمعة واحجام مختلفة. وهنيجي عند شايفين ان هي زي تخينة من فوق ورفيعة من تحت، وهنجيب النقاط الحجم الصغير وهدوس على الحتة التخينة. بس قبل ما هدوس انا بحطها في مية، بحط النقاطة نفسها في مية علشان ما تمسكش خالص في الصلصال. ده بالذات تعملوه لو الصلصال بتاعكم طري، انما لو مش طري يعني اوكي مش لازم تعملوها. هل شايفين انا بدوس ازاي على الحته التخينه، وشايفين بيبقى شكلها ايه في الاخر، وبجمعهم. بعمل طبعا بقى احجام صغيره على كبيره، احجام كتير. بصوا النقاطات اهي حسب حجم الورده اللي انتوا بتعملوها. طبعا احنا بنعمل ورد صغير جدا عشان نحطه هنا، كل ما كان الورد صغير كل ما كان رقيق. هعمل بعد كده القلب، هيبقى برده على شكل دمعه بس اكبر شويه، وباخد البوز يبقى فوق وببدا اركب عليه الورق اللي احنا عملناه. في شكل ان انتوا ممكن تركبوا واحدة وبعدين تغطوا بالتانية، بس من نص الاولانية واللي بعد التانية، ادي التالتة برضو هتيجي من نص اللي قبليها وتقفل على اللي بعديها. وده كده هيبقى الوردة يعني وردة من الصغيرين اللي هي ايه لسه ما فتحتش او هتفتح، وبنقطعها بالقطر عادي. ممكن نعمل وردة شكل تاني، ان احنا نجيب مثلا بدل ما نبرمها بيضاوي، لا احنا بصوا عاملاها شويه ايه مستطيل، وبعدين ببرمها بحيث ان انا هعمل قلب الورده دوت، وبعدين هبدا اجيب الورق واقفل بقى عليها. شايفين بقفل من ناحيه اللي هي ايه خط النهايه، اخليه في نص الورق اللي انا هحطها، وبعد كده اثبت الورقه من النص واسيب نص مفتوح بحيث ان انا ادخل جواها الورقه التانية، واقفل واسيب النص برضو مفتوح ان انا ادخل فيها الورقة اللي بعديها. فاهمين قصدي؟ عشان يبقوا راكبين على بعض اهو. بصوا انا هدخلها زي من جوه واقفل وخلاص. خلصت ابرمها شوية والفها شوية، وبعدين ابدأ افتح الورق بتاعها، الورقة اللي اتنيها، الورقة اللي اشقلبها، اشقلب طرفها، يعني تعملوا بقى الاشكال اللي انتوا عاوزينها. وبعدين لما تيجوا تقطعوا الوردة الكبيرة دي بالقطر، ما ينفعش نعملها خط واحد، خط واحد هيخليها تتفعص. لا انا بحط القطر والفها، او اقعد اقطع من الجناب والف، اقطع والف عشان انا عايزة السطح بتاعها يبقى مسطح بحيث ان انا اقدر احطه في المكان اللي انا هعمله، احط له فيه موليكود. هعمل قلب كمان، نجرب نعمل بقى وردة اكبر شوية. في برضو طرق ان في ناس بتستخدم الخلة يثبتوا عليها قلب الوردة وبعدين ايه يركبوا عليها الورق، بس انا الصراحة ما بعرفش اعمل الموضوع دوت. بحس ان الخرم واسع وان الخلة بتطلع وان القلب بيتحرك وكده، فمش بعرف. فبالتالي انا مش هكمل على الفكرة دي، انا بس هوريها لكم، انما هكمل بالطريقة بتاعتي. اهو زي ما انتوا شايفين هبدأ اركب وردة على وردة، ورقة على ورقة من خط النص.
واحدة أدخلها من تحت التانية، واحدة أدخلها من تحت التانية وأقفلهم، وبعدين أعمل ورق أكبر وبرضو أدخل واحدة ورا التانية، واحدة ورا التانية، ونكمل على كده. أنا هعمل هنا أكتر شوية على أساس إن أنا أعملها إيه، وردة أكبر في الحجم شوية علشان أحطها، يبقى فيه وردة كبيرة، وردة وسط، وردة صغيرة كده، يعني يبقى فيه اختلاف في الأحجام. اهو بظبطها، هدوس اهدوت. انا بعمل دلوقتي بحاول اعمل ورق كبير علشان اقفل معايا الوردة الكبيرة دي، هي مش كبيرة، هي تعتبر وسط يعني بالنسبة للشغل اللي احنا شغالينه. طبعا نفس الطرق دي تقدروا تعملوها على احجام كبيرة فتديكم وردة اكبر، بس زي ما قلت لكم يا جماعة انا بعترف ان انا صراحة مش تخصص ورد خالص، يعني كل فترة بحاول اتعلم وردة جديدة واستخدمها، بس انا مش تخصص ورد، يعني بحس ان في ناس سبحان الله ما شاء الله شغلهم يهبل في الورد، يعني في ناس هم تخصص ورد اساسا. يعني خلاص هبدأ ابرمها كويس، اضغط عليها وبعدين اقطعها بالكتر، وبعدين اقعد افتح الورق بتاعها بقى زي ما انا عاوزه. شوفوا انا هنا هقطعها بالكتر ازاي، بقطع والف، اقطع والف لغايه ما تتقطع كلها، انما لو كنت اخدتها زي ما قلت لكم خط واحد كده زمان هتفعصت. خلاص دلوقتي انا هبدا ايه اركب الورد بتاعي، هجيب النقاط الحجم الاكبر وابدا اعمل حفر للورد. الاماكن اللي انا هوزعها بقى حسب مزاجي، مفيش طبعا قاعده ولا في اي حاجه، ولو مكان انا عملته بالغلط ورجعت في كلامي مش عاوزاه عادي هضغط عليه وابدا اعمل السيور بتاعت الخشب تاني وخلاص كده يبقى راح، مش مشكله يعني. خلاص هجيب بقى الفيمو ليكود، ودي الماده اللي انا هلزق بيها الورد. في كمان سكالب ليكود، بس معرفش انا ليه بستخدم ده على طول، انا عندي الاثنين بس انا بستخدم ده على طول. المهم ان احنا هنحط حاجه بسيطه. في بعض الناس هتقولي ان هم ما عندهمش الفيمو ليكود يستخدموا ايه، ممكن تستخدموا الايبوكسي، بس تستخدموا بكميه بسيطه جدا، لان الايبوكسي لو طلع منه اي زيادات حوالين الشكل ودخل الفرن هيتتحول لبني اصفر بني كده، فهيبوظ الشغل. فلو هتستخدموه حاجة بسيطة قوي، ورغم ده كله انا طبعا مع الفيمو ليكود اقوى واحلى. خلاص هاجي استخدم الاداة بتاعت الابرة او مثلا الخلة ان انا القط بيها الورد واشيله وادخله في الحفر اللي انا عملتها دي، يعني بشويش كده ابدا اضغط بالابره في اماكن مستخبيه، يعني اماكن لو عملت فيها خرم هي مش هتبان او مش هيبقى شكلها وحش، عشان اضغط الورده اكتر. طبعا الورده هتمسك لسببين، اول حاجه انا حطيت الفيمو ليكود هو طبعا هيمسك فيها جدا، تاني حاجه ان انا اساسا عامله للورده حفره فخلاص هو كده كده هيثبت. خلاص هثبت الورد. طبعا توزيعة الورد بقى ترجع لكم، عاوزة اعرف منكم هو انا زودت الورد والفروع الخضراء، يعني لما تشوفوا الفروع الخضراء معلش انا حسيت ان انا زودتهم شوية، فبقولوا لي هو انا زودتهم ولا لا، هما كده حلوين. يعني انا اتمنى ان انتوا تتواصلوا معايا دايما، انا بنبسط جدا لما بلاقي تعليقاتكم، لو سؤال لو تعليق حتى لو بالسلبي يعني مفيش مشكلة، المهم ان يكون حاجة نقد كويس يعني، مع يعني فاهمين. فلو انتوا شايفين ان انا زودت، لو كنت قللت الورد والفروع اقل كان هيبقى ارق واحلى، ما فيش مشكلة عرفوني، لان انا مطلوب مني اكتر من مج، فطبعا هعملهم مختلفين شوية. انا بفكر حتى ان انا اغير في الوان الورد، لان انا كمان يمكن اشتغل على الوان مجات مختلفة. اللي عايز يبقى يشوف الشغل اللي انا هعمله يتابعني على الانستجرام بتاعي، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن والوصف بتاع الفيديو، وكمان البيج بتاعت الفيسبوك والجروب بتاع الفيسبوك هتلاقيهم كلهم موجودين في الديسكريبشن والوصف بتاع الفيديو. تابعوني عشان تشوفوا انا هنزل منه الوان تانية ولا هعمل نفس اللون ولا ايه النظام.
ويا ريت لو انتوا قاعدين لغايه دلوقتي ومش مشتركين في القناه بتاعتي، لا ما تكسلوش بقى، اعملوا سبسكرايب، هتلاقوه تحت علامه حمراء تحت الفيديو، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، كل ما انزل فيديو يجيلكم اشعار بيه، وكمان دوسوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن وتساعدوا ان انا اكبر القناه، وان شاء الله انزل لكم فيديوهات احلى واكتر بكتير. زي ما انتوا شايفين انا بجيب البيضاوي بتاع الاخضر بتاع الفروع اللي انا قلت لكم عليه وبحطه، وبروح جايبه الاداه بتاعه الابره دي، اروح بادئه من عند الحته الرفيعه واضغط للحته التانيه، بس مش اضغط بالنصين، اضغط بوربه بحيث ان بيبقى طرف الفرع مش متبطط، بيبقى طالع له بوز شويه. انا حاسه ان كان ممكن اسيب بعض الاجزاء فاضيه اكتر، لانه ما يمنعش انه ممكن يبقى فيه فرع مش عليه ورده او كده يعني، فان شاء الله في المقاطع الجايه هبقلل شويه، هستنى برضو رايكم. خلاص تمام كده. بالنسبه للمج اللي في التاني اللي قدامكم، التاني اللي مكتوب عليه مام، انا ما عملتلوش خلفيه لان انا مش محتاجه اعمل، هي مجرد 3 حروف هيتلزقوا، هيتشالوا ويتلزقوا بالايبوكسي، انما انا هنا انا هكتب ميسيس مريم، فانا محتاجه حروف كتير، فطبعا كان هيبقى مجهود ومش هيطلع حلو. ده القالب اللي انا عملت بيه مام. هيسألكم 3 دايرة بيضة فيها اللينك بتاع الفيديو بتاع القالب دوت، علشان اني مش عارف يستخدمه لان في ناس كتير بتشتكي منه. لا الصراحة يا جماعة القالب حلو قوي، استخدامه جميل وبيطلع حروف شكلها حلو قوي، كمان تقدروا تطلعوا منه حروف اصغر حجما. ازاي؟ هحط لكم في دايرة بيضة برضو لينك الفيديو ازاي تطلعوا حجمين من نفس القالب، كمان هيفيدكم قوي. خلاص انا اهو عملت الحروف واقدر بمنتهى السهوله، لو انا حتى على الخلفيه اثبتهم بالمنظر ده، لو انا من غير خلفيه هثبتهم بالايبوكسي طبعا، بس انا هنا مش هعمل الشغل دوت، انا الاوردر المطلوب مني ان انا اكتب اسم المدرسه، فانا هجيب الاداه بتاعه الابره او الخله او الاداه اللي انتوا بتكتبوا بيها، وهبدا اكتب ميسيس ماري، ميس ماري. هلاقي في الاخر ان انا قربت جدا من فرع في الاخر، فانا هقطع منه جزء، وممكن يعني انتوا في وضع زي دوت شيلوا الفرع خالص لو انتوا عاوزين صغروه، انا صغرته وشلت منه جزء علشان خاطر ما يبقاش لازق في الاسم. بس بعد كده هجيب الاداه بتاعه المدفع بتاع الصلصال الحراري، طبعا هيظهر لكم 3 دايره بيضه فيها لينك الفيديو بتاع المدفع ازاي تستخدموه، ايه استخداماته، ايه حل بعض المشاكل اللي بتظهر فيه، اتفرجوا عليه ان شاء الله هيفيدكم. خلاص انا حطيت جواه صلصال فوشيا وطلعت منه اصغر حجم اللي هو بتاع الكتابه، وهبدا اظبط عليه كلمه ميس مريم. زي ما انتوا عارفين طبعا ان انا بحب في الكتابة لازم اعمل حفرة وبعد كده اعمل بالحبل واضغط ضغطة بسيطة بحيث ان الحبال بتاعت الكتابة تدخل في الحفرة دي، فدي الطريقة اللي انا بثبت بيها وبتثبت حلوة قوي. انا كده في المج بتاعي دوت انا مش محتاجه الزق غير قطعه واحده، يعني انا هخلع القلب بالخلفيه بكله واروح لازقاه مره واحده كده. انا خلصت المج، شوفوا الفرق بين المجين اهو، المج دلوقتي هيدخل على مرحله التسويه، هيدخل زي ما هو كده في مرحله التسويه. اللي عايز يعرف طريقه التسويه هقول لكم 3 دايره بيضه فيها اللينك بتاع فيديو التسويه، لما هيطلع انا هلزقه، هلزقه بايه؟ هلزقه بالايبوكسي، هلزقه بمادة الايبوكسي منتهى السهولة، هي قطعة واحدة هتلزق. يا رب يكون الفيديو وبسيط وتقدروا تعملوا احلى منه 100,000 مرة. تنسوش تشتركوا في القناة وعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. كل سنة وانتم طيبين، وعيد ام سعيد على كل الامهات يا رب. سلام عليكم.